اليوم بمدينة بني ملال بالضبط في دار الشباب المغرب العربي كانت تواجدوا، فبني ملال كانت عاشر وجهة من بعد فاس وبزاف ديال المدن، والسيمانة الجاية إن شاء الله غادي نكونوا في مدينة خنيفرة وباقي المدن كذلك. فهذا برنامج ترفيهي اللي دارته الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية اللي كنبقاو فيه دو جوغ في كل مدينة كنديتكتو فيها لي طالون، وهذا برنامج ترفيهي اللي كنتعرفوا فيه على جميع اللاعبين اللي كيتواجدوا في المغرب كله. واليوم هو اليوم الاول من هذا البرنامج واللي كانوا فيه الاقصائيات في لعبه فيفا 22، وكان فيه حتى الفري بلاي في لعبه فالورانت ليغ اوف ليجند وفورتنايت. وغدا ان شاء الله غادي تكون لافاز كاليفيكاتيف اللي غنتعرفوا فيها على ثلاثه الفائزين، المرتبه الاولى والثانيه وكذلك الثالثه. في المرتبه الاولى كاع هذوك اللي كيفوزوا بالمرتبه الاولى في جميع المدن غادي يشاركوا في نهايه هذا الموسم الرياضي في واحد المسابقه كبيره واللي غيكون فيها بطل المغرب ديال دور الشباب. الهدف من هذا البروغرام كامل هو ديتيكتيو لي طالون وكذلك التوعيه اننا نديفلوبيو الجيمينغ في المغرب ونجيو نعرفوا الناس على الجامعه، حيت باقي بزاف ديال الناس مازال ما عارفين شنو هي الجامعه وشنو كدير، وكنحاولوا نقربوهم وكذلك كنكريو دي زاسوسياسيون وكنفورميو لي جون. كما شفتوا معنا قبيله كاينين بزاف ديال الناس اللي كانوا كيديروا فورماسيون عندنا، حنا كنديروا لهم فورماسيون، داك الفورماسيون في التنظيم والتاطير وكذلك تقنين الالعاب الالكترونيه في كاع المدن. كانوا قبيله جوج ديال المستفيدين معنا مدينة بني ملال اللي ان شاء الله غادي ياخذوا في نهاية ديال اليوم الثاني واحد لاتيستاسيون ديال هاد الدورة التكوينية اللي داروها معنا. لعبوا معنا يعني الباب مفتوح امام الجميع، سواء اللي برو ولا اللي اماتور ولا كاع لي سيبل ديال الاج محلولين، زعما سواء كبير سواء صغير مرحبا به معنا. سعداء جدا سعودية الجاوية نستقبل هاد النشاط الاستثنائي على مستوى الجهة والذي يشكل تتميما للألعاب الإلكترونية السيد الوطن، والمدير الجهوي في شخص سيد المدير الجهوي وكافة المرتفعة المديرية قد وضعوا جميع الإمكانات بشرية ولوجستية بالتعاون مع ممثلي الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية من أجل أن تمر هذه الأنشطة في أفضل الظروف ونستفيد أكبر عدد ممكن من الشباب المستقلين بني ملال من هذا النشاط اللي كما قلت هو نشاط استثنائي، وبعدها ربما هي تعتبر الأولى على مستوى الرياضة الإلكترونية في الجهة.